غفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. ست نائب، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور أستاذ أحمد، أهلا بيك. كده عايزين ببساطة نشرح الناس يعني إيه تنمية بشرية، أهمية أيضا هذا الملف. النهاردة ضم تقريبا 8-9 وزارات تحت مسؤولية حضرتك، برئاسة حضرتك. ماذا يعني هذا التحرك من جانب خطة الدولة المصرية؟ طيب، هو طبعا يعني يمكن لاول مره زي ما حضرتك شايف ان برنامج الحكومه والتشكيل الجديد بيضمن من خلاله تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء معني بالتنميه البشريه، اللي زي ما حضرتك بتقول كده هي عامل مشترك لكثير من الوزارات، وكل وزاره من الوزارات دي بيبقى عندها من خلال برامجها شغل بيبقى معني بالجزئيه دي، ولكن يمكن دون ان يكون هناك تنسيق وتقاطع مع كل الجهات التانية. هي ببساطة شديدة جدا كلمة التنمية البشرية هي عملية قدرات الإنسان أو رحلة حياة الإنسان من أول ما بيتولد لحد ما بيتوفاه الله كهنا كإنسان. خلي بالك إن إحنا لما نكون كدولة بنشتغل مشاريع قومية، بقى سميها زي ما أنت عايز، سميها في الطرق والمواصلات، سميها في الزراعة، سميها في الأنفاق، سميها في المدن الجديدة، أو في أي مشروع قومي ضخم حضرتك ممكن تكون غطيته في خلال العشر سنين اللي فاتت من 2014 للنهاردة. الهدف من أي مشروع من المشاريع دي كلها هو الإنسان، لأن أنت بتعمل مثلا طرق علشان الإنسان هو اللي يقدر أن هو يتمتع بيها ويقدر حياته تكون أحسن. لما بتعمل تحركات على مستوى مثلا القطار والقطار السريع والمونوريل، هو عشان مين؟ هو عشان هيركبه إنسان. لما تعمل تطوير في البنية التحتية، في الصرف الصحي، في تحلية المياه، علشان مين؟ لصالح الإنسان. نعم. فلو الإنسان ده بقى هو اللي انت بتستهدفه في كل مشاريعك، ما كانش معد بشكل صحيا وتعليميا واجتماعيا مظبوط، يبقى كل المشاريع اللي انت بتعملها دي هيبقى الإنسان ما هوش. هديك مثال بسيط يمكن للتوضيح عشان ما يبقاش مخل يعني. لو الانسان اللي ركب القطر الجديد اللي احنا صرفنا عليه مليارات او المونوريل، لو هو الشخص ده ما كانش معد بشريا في المعرفه وفي التعليم بتاعه، هيقدر ممكن يكون هيخرب هذا القطار عن طريق الفرش بتاعه مثلا، ممكن يحط فيه حاجه او يبقى مش مقدر هذا الموضوع. طيب لو هو مش مقدر أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي، وأهمية إن هو من معرفته ومن تعليمه تم إعداده علشان يتعامل مع هذه الصناعة إنها ده اقتصاد قومي، ممكن يتحرش بسائح أو ممكن إن هو يسيء معاملة السائح. وقيس على هذا هذه الأمثلة كثير من النماذج اللي ممكن يكون فيها الإنسان إذا لم يتم إعداده بالشكل الكافي، يبقى احنا بنشتغل على مشاريع قومية لخدمته، ولكن هو في نفس التوقيت احنا نسينا نعده. طب نعده ازاي؟ فاذا هي عملية حياة الانسان منذ الولادة. طب يبقى انا محتاج ان هو يتعالج كويس، محتاج ان هو يبقى في رعاية صحية عشان يبقى انسان صحته فاعلة، فيبقى عضو فاعل في المجتمع مؤهل صحيا. اكيد. طيب متوسط يعني في مكونات للتنمية البشرية العالم كله بيشتغل فيها، المؤسسات الدولية اللي هي تقدر تقيس بيها هل متوسط حياة الإنسان المصري تحسنت في متوسط العمر؟ يعني هل احنا عملنا مجهود في القطاع الصحي والقطاع التوعوي والقطاع التعليمي حتى نصل إلى حياة طويلة وصحية للمواطن؟ ده بان ازاي؟ احنا متوسط العمر النهاردة عندنا رجاله وستات حوالي 70.5 سنة. كان في وقت معين على فكرة من أزمنة ليست ببعيدة كان متوسط العمر 45 سنة و50 سنة، لكن النهاردة لما بيرتفع متوسط الأعمار سبب إيه؟ طبعا لو رحت لليابان هتلاقي متوسط عمر الإنسان يصل إلى حاجة و80 سنة أو 90 سنة. يبقى كل ما تقدمت الخدمات الصحية في مجتمع، كل ما ده حسن في الحياة وبالصحة وإطالة عمر الإنسان. يبقى متوسط العمر متوقع عند الولادة، ده معيار من المعايير. طيب متوسط المعرفة اللي بيتلقاها هذا الإنسان اللي أنا قلت لك إن هو ده محور الاهتمام. أيوة. طب متوسط سنوات التعلم، أديك مثال تاني. إحنا عندنا دخول في التعليم الأساسي المفروض 14 سنة. يعني في سنتين رياض أطفال، ثم من أولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي دول 12 سنة، الاثنين على بعض يعملوا 14 سنة. طب هل مصر
في نظام التعليم بتاعها بتهتم بعدد سنوات الدراسة، بل بالعكس بقى عدد متوسط سنوات التعلم، وهناك فرق ما بين الدراسة والتعلم. ببساطة أنا بخش المدرسة 12 سنة أو 14 سنة، لكن بحصل من المدرسة خلال هذه الرحلة كم سنة؟ هل ده بيتم قياسه بمؤشرات؟ العالم كله بيقيس بمؤشرات عشان يقول لك انت عندك الناس بتخش 12 سنة لكن متوسط سنوات التعلم فيها مثلا 9 سنين، يبقى انت اهدرت 5 سنين من عمر الطفل. نرجع تاني بقى، وده يرجعك لأهمية التنسيق. أيوة. في القرار اللي خرج النهاردة. نعم. ان يكون هناك تنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الأوقاف، وزير العمل، وزير الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية، وزارة الشباب والرياضة، لأن كل خطوة من كل جهة من اللي أنا بقولك عليها دي فيها جزء من اللي احنا بنقوله. مستوى المعيشة اللائق، هل الفئات الغير قادرة بيتم الاهتمام بيها من خلال تكافل وكرامة ووزارة التضامن الاجتماعي؟ يبقى إذن كل دي زي ما تقول مؤشرات ورحلة بنحسن فيها حياة الأفراد من تعليم ومن صحة ومن معيشة. طيب لو رحت بقى الحاجة أحسن من كده كمان. أيوة. تلاقي إن في تعريف اسمه عنصر أو اسمه رأس المال البشري. على فكرة الاثنين بيستخدموا ساعات بشكل يعني متوازي، اللي هو رأس المال البشري والتنمية البشرية. طب الفرق إيه بقى؟ رأس المال البشري، أنت الناس دي وهي بتشتغل معاك أثناء فترة دخولها المدرسة ثم الجامعة ثم الوظيفة، هل انت عدتها بمجموعة من المهارات والمعارف والخبرات ولابد ان يمتلكها الفرد عشان يبقى فاعل في انتاجه ويساهم في النمو الاقتصادي؟ يبقى ما تنساش بقى ان انت هذا الشخص اللي احنا بنتكلم عليه انت محتاج تدخل له مهارات وجدارات اثناء فترة دراسته الاساسية، حاجات ليها علاقة بالسكيلز الشخصية او المهارات والمعارف الشخصية، ارتفعت بيه في الجامعة لبعض المهارات والمعارف اللي تعد لسوق العمل، خرجت بيه لسوق العمل اديت له المعارف اللي هي الوظيفية داخلين او خارجيا الوظيفية. انا بتكلم بقى على لغة، بتكلم على يعني تعريف على كيف يعمل في مجموعة، التفكير النقدي كثير، وعلى فكرة الحاجات دي كلها متاحة وموجودة في العالم كله بيشتغل. فإذا المعرفة والمهارات والصحة والتمكين هو جزء أساسي من ما يطلق عليه التنمية البشرية أو تعريف رأس المال البشري. هنا الدور اللي ارتقت الدولة من خلال وجود نائب رئيس مجلس الوزراء. نعم. بتكليف من سيادة الرئيس ومن دولة رئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك عناية بهذه واحد يقول طب ده كلام حلو ونظري، لكن لما تيجي تطبقه لا، احنا نشوف تسرب من التعليم ليه؟ ليه المراحل العمرية بتاعت الأطفال اللي المفروض يكونوا كلهم موجودين في مدرسة هما مش موجودين؟ كم واحد دخل وكم واحد اتسرب؟ طب وكم واحد دخل في الابتدائي وأثناء رحلته في الابتدائي خرج من التعليم أو خرج من الإعدادي أو خرج من الثانوي؟ طب وخرج ليه؟ ما تنساش أن الشخص اللي خرج ده بقى إنسان غير مؤهل، غير متعلم، أضر بالبلد. والله لو عملت له أحلى قطارات في الدنيا وعملت له أحلى مشاريع في الدنيا، طالما هو مش مؤهل للحفاظ على هذه المشاريع القومية، يبقى انت ما حققتش ما يطلق عليه التنمية البشرية الحقيقية. هذا باختصار بسيط. اتفضل سيادة الرئيس، لما يعني تكليف سيادتك، قال لسيادتك ايه بصراحة في الملف ده بالذات؟ انت حضرتك دايما هتسمع سيادة الرئيس لو رجعت للخطاباته من 2014 النهاردة، كان بيتكلم على فكرة بناء الانسان وبناء الوعي، ومعاكم انتوا كتير اتكلم على دور الاعلام في رسم الوعي او الثقافة. يعني واحد يقول طيب وزارة الثقافة، ما هي وزارة الثقافة. نعم. وحملات التعوية العامة، ما دي القيم الثقافية الإيجابية اللي انت محتاج توديها. طيب التواصل الاجتماعي ده، انت نفسك لما بتخش على الوسائل التواصل الاجتماعي بنسمع فيه اللي مش ممكن نصدقه من ان ده مجتمع من نشر معلومات مغلوطة ومن تعبئة لأشرار وإساءة للبلد لوعي طول الوقت. إذن الشخص المتعلم والشخص الواعي والشخص اللي يمتلك من المعارف والشخص الذي تم إعداده جيدا بمراحل التعليم المختلفة هيبقى عنده القدرة على مقاومة هذه الآفات اللي هي المجتمعية. وده الفرق ما بين أي مجتمع عنده برضه تواصل اجتماعي وعنده سوشيال ميديا لكن ما عندوش
الهدم اللي بيحصل في السوشيال ميديا وعدم التقدير للي بتعمله الدولة. ده فرق ما بين مجتمع ومجتمع، ان في مجتمع اهتم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اهتم بالتدريب المهني والتقني، اهتم بالرعاية الصحية. لان انا مش عايز انسى ان كل اللي احنا بنقوله ده في التنمية البشرية، وزارة الصحة والسكان ليها دور كبير جدا في انماط الحياة الصحية. فاذا ارجع تاني، استاذ الرئيس بيتكلم على تنمية الإنسان، وبيتكلم على بناء الإنسان، وبيتكلم على قضايا الوعي، بيتكلم على محور اهتمام الدولة وهو الشخص. لما دخلنا في تطوير التعليم ببرامج مختلفة، كان الأصل فيها هو أنك بتزرع في الطفل من سن صغير إزاي يفكر في الدرس مش يحفظه، إزاي يتمتع بالدرس اللي هو بياخده مش يغشه. كل دي حاجات الدول الكبيرة اللي حطت ملف التنمية البشرية، وعندنا نماذج كتيرة يعني، هي يعني ومش فترات طويلة يعني. كوريا الجنوبية على سبيل المثال، دي دول قدرت انها تتحول من دول يعني عادية جدا الى دول متقدمة جدا. نعم. مجرد انها ركزت على الانسان. اليابان ما عندهاش لا بترول ولا عندها غاز ولا عندها يعني حاجة غير الانسان، هو اللي عمل الثورة التكنولوجية والثورة والنهضة. فاذا احنا الملف الخاص بالتنمية البشرية هو ملف مكمل للفترة القادمة، يمكن عشان برضو ما نبقى محقين. أيوة. الدولة كلها اشتغلت الفترات الماضية على هذا الملف، ولكن حان الوقت للتنسيق ما بين الجهات المختلفة حتى يتم تعظيم دور الاهتمام بالشباب. ولما التربية والتعليم تكون بتعمل يعني إجراءات شايفها التعليم العالي، والتعليم العالي اللي بيعمله بيكمل عليه من وزارة العمل، علشان ده دي المسؤولة عن التدريب الخاص بالوظائف، ويكون دول مش ناسيين الإنسان البسيط الغير قادر للتضامن الاجتماعي، بتعمل له تمكين ويبقى دايما في بالنا، ويكون كل دول مع وزارة التخطيط والوزارات الأخرى المعنية بإيجاد الميزانيات لدعم هذه، وزارة الشباب والرياضة بتواجدها لقطاع كبير جدا. كل التنسيق اللي أنا بحكي لك عليه ده هو بيؤدي في الآخر إلى مشاركة مجتمعية ومشاركات في استثمار. يعني سيادة النائب، هتحتاجوا أموال أكتر ولا خلاص في ضوء الميزانية المخصصة لكل وزارة بصراحة مع التوجه الجديد ده؟ أنا عايز أقول لك إن لو إحنا شفنا الميزانيات المخصصة اللي هي بشكل مباشر أو غير مباشر للتنمية البشرية في كل وزارة، وقدرت ان انت يعني ترشد انفاقها وتعظم، لان ساعات كتير كان بيحصل ان جزء انت بتعمله وغيرك بيعمله واحنا الاثنين يسين بعض. يمكن ده كان الحوار الوطني وتكليف دولة رئيس النهاردة في مجلس الوزراء، ان كل ما تم من خلال الحوار الوطني يبقى منهجية اللي تم من خلالها تقديم البرنامج الحكومة، وايضا يعني تكليف ذاته للوزارات كلها التواصل والتنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وايضا فيما يخص الحوار الوطني ان في مجهود كبير اتعمل. فيعني ايضا على السؤال، عمر ما كانت النواحي الماديه هي يعني مؤثره في التقدم. احنا كتير جدا بنبقى كل العمليه محتاجه تنسيق ومحتاجه تكامل ما بين الجهات، وده اللي تم من خلال تكليف سياده الرئيس ودوله رئيس مجلس الوزراء بانشاء او ب وجود نائب رئيس مجلس الوزراء لهذه، حتى يتم تعظيم الاستفاده من كل. فعمر ما كانت، لان الاستثمار في راس المال البشري يؤدي الى استثمار اقتصادي ضعف، والعكس صحيح، ضعف الاستثمار في التعليم والصحه يؤدي الى ضعف مستقبل الاقتصاد القومي. فهي كلها حلقه مربوطه ببعضيها، يمكن لاول مره بنحط عينينا وبنوصف يعني شيء مهم بلغه الطبيب بتشخيص دقيق، ان احنا مع كل التقدم الصناعي وتقدم الاقتصادي اللي احنا عايزين نروح له، كمان لازم يكون في تقدم في راس المال البشري او في التنميه البشريه. الناس وسياده النائب عندها ملف خاص بالدواء ونقص الادويه، وبعض الادويه كمان مرتفعه اسعارها غاليه، ماذا عن هذا الملف؟ وهنحل النقص امتى وازاي؟ وايه اللي بيحصل في الملف ده تحديدا الادويه؟ هو طبعا يعني ملف الدواء ملف هام جدا، وده بعد ليه بعد امن قومي، وطبعا الدوله يعني في هذا المجال يعني متنبهه لهذا الملف بشكل كبير، سواء من خلال المسؤوليه الرئيسيه لهيئه الدواء المصريه
او معانا هيئه الـ 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 الهيئه او الشراء الموحد، ومع طبعا وزاره الصحه كمسؤوليه سياسيه ومسؤوليه دستوريه على صحه المواطن اللي جزء كبير منه بيبقى في مجال الدواء. لكن ببساطه هو الدواء تاثر زي اي سلعه فيها مكونات دولاريه تاثرت من خلال العام ونص اللي احنا مرينا بيهم. ما تنساش برضو ان احنا مرينا بفتره يعني كان فيها ازمات خطيره جدا سواء في المستلزمات او المستهلكات او في الادويه. ولكن انا شاهد ان احنا كنا من خلال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومن خلال السيد رئيس البنك المركزي كنا في اجتماع اسبوعي، يمكن ما حدش يعرف المعلومات دي، لكن منذ بدايه الازمه واحنا استشعرنا عدم وجود يعني عمله نستطيع ان احنا تبقى مكفيانا زي ما كانت موجوده قبل كده، فكنا بنحط اولوياتنا علشان نقدر ان احنا ما يحسش المواطن بنقص في اي شيء. ضيف على هذا طبعا ضيوفنا من غزه والصراع اللي حصل واستضافتنا لالاف عشرات الالاف من المصابين والجرحى او حتى المترددين على مستشفياتنا سواء امراض المزمنه، وعمرنا ما قصرنا في ملف غزه وملف السودان قبليها. كل دي اضافات مع الازمه الاقتصاديه اثرت على سلاسل الامداد اذا كانت بالنسبه للدواء المستورد، اثرت على مستلزمات الانتاج من الاساسيات الخاصه بصناعه الدواء اللي احنا بنسميها المواد الخام وغيره بنستورده. المواد الخام ومش برضه خام، ده المواد الخام وساعات القصدير اللي بيتحط فيه الكبسولات وفي ساعات الازايز، يعني في مكونات انتاج كبيره جدا وضخمه جدا. مع مرور الوقت طبعا تاثرت المخزون اللي كان متوفر علشان نقدر ان احنا نعمل اوردر او نقدر ان احنا نطلب طلبيات، ده اتاثر على حتى المنتج المحلي تاثر. فاذا احنا عانينا بفتره طويله جدا من بعض النواقص في بعض الادويه، ولكن هناك ثقافه ايضا لابد نتكلم فيها وهو ان الدواء ليه بديل وليه مثيل. المثيل هو نفس التركيبه الكيميائيه للدواء ولكن بمسمى اخر. فساعات الدواء تنزل تلاقي انت متعود على مسمى معين ولون علبه معين، لو ما لقيتوش في الاجزخانه يبقى الدواء ناقص، مع ان ممكن جدا نفس الدواء ده يكون فيه اربع شركات مصريه بتنتجه. أيوة. بس بمسمى تاني وهو بنسمى عليه المثيل. لكن الطبيب بيكتب لك الدواء ده بتنزل ما بتلاقوهوش فبتكيد تقول انا الدواء ناقص، ومع ان هناك فيه بدائل. احنا عشان كده يعني فعلا هناك ادويه ناقصه، لكن الخبر السعيد ان احنا مع تحريك السعر الدواء بشكل بسيط، لان برضو انت مش عايز الصناعه دي تفقدها. دي صناعه في مصر بتغطي ما يقرب من 95% من الاحتياجات الاساسيه في الدواء، فدي صناعه مستقره من زمان، من اكثر من 70 و80 سنه. فاذا تاثرت بعدم يعني تحرك الاسعار نتيجه ان هم كل المستلزمات الانتاج عندهم زادت في عرف الدولار لما تغير سعره، يبقى انا بحكم على هذه الصناعه انها تفشل وتقف، واللي هيعاني من هذا الموضوع هو المواطن المصري. وبالتالي هيئه الدواء المصريه وهي المسؤوله قد ايه تقريبا ولا لسه؟ انا اتصور ان هو في حدود ما بين 25% ل 30 35%، ولكن ما تنساش ان مصر هي ارخص دوله في العالم بدون مبالغه في الدواء. ارخص دوله في العالم، وبرضه ده ما بيأثرش على الدواء اللي بيصرف من خلال التأمين الصحي او من نفقه الدوله. يعني الغير قادر هو غير متأثر باللي انا بقوله ده، لان ده احنا بنشتريه وده مسؤوليه الدوله ووزاره الصحه انها تشتريه حتى مع السعر الجديد. اللي هم كام الغير قادر اللي حضرتك مسؤول عنهم وعن علاجهم وعن تأمينهم الصحي تقريبا كام؟ عندنا 69 مليون مواطن مؤمن وداخل منظومه التامين الصحي اللي هي الموجوده من سنه 64 للنهارده. وعندنا ما دون ذلك المرضى المقيدين او اللي بيخشوا على قرارات نفقه الدوله بيتصرف لهم العلاج ايا كان ثمنه وايا كان دقته، حتى علاج الاورام، علاجات المناعه، كل ده مصروف. يبقى اذا احنا بنتكلم هنا على المواطن العادي اللي هو لا يمتلك تامين صحي وما بيروحش ياخد قرار على نفقه الدوله، هو ده اللي ممكن يلاقي مثلا الدواء اللي كان بيجيبه متعود عليه ب 15 جنيه بقى ب 25 جنيه او بقى ب 28 جنيه او ما شابه ذلك. لكن هو ده الحل الوحيد اللي هيئه الدواء وهي المسؤوله عن التسعير، وانا بكرر ان اجراءات التسعير هي من سلطه طبق للقانون لهيئه الدواء المصريه، اللي هي بتعمل عمل حقيقه رائع جدا مع كل المصنعين، لان هناك لازم يكون في توازن ما بين الصناعه، انت مش عايزها تخرج بره الانتاج. نعم. واحنا هنبقى اكتر ناس متاثرين، وبين المواطن وامنه القومي
في وجود الدواء واليسر الحصول عليه، وايضا قدره المواطن على ان هو يستطيع ان هو الدواء الامراض المزمنه او الادويه اللي هو ماشي عليه يقدر ان هو يعمل. فطبعا هذا النقص مع هذه المعادله الكبيره قدرنا ان احنا نصل بيها الى حلول يعني ممتازه. الحلول دي ان شاء الله هنجني ثمارها في خلال الشهور القليله القادمه، وتعود يعني كل النواقص الى ما كانت عليه بعد ان يكون هناك عوده لخطوط الانتاج في المصانع انها تقدر تشتغل. لان بتكلم على المنتج المصري، حتى المنتج المستورد بنقدر ان احنا نجيبه. فاذا الخبر السعيد ان فعلا احنا عانينا وبنعاني وبنعتذر للمواطنين على هذا الاجراء اللي هو كان خارج عن ارادتنا نتيجه تغيرات في الاسعار العالميه. وفي وتخلي بالك الدواء في مصر مسعر، يعني يمكن تلاقي منتجات زراعيه مش مسعره، ولكن الدواء مسعر. لا يستطيع صيدليه او شركه انها تبيع اكثر من السعر، واي حد بيحرك حتى ولو 50 قرش او جنيه لابد ان يعود الى هيئه الدواء وهي المسؤوله عن هذا الموضوع. فاذا المعادله كانت صعبه، لكن الخبر السعيد ان شاء الله هذا الموضوع بدا الحل، بدانا قبل نهايه هذا العام؟ لا بكتير بكتير. انا بتكلم على شهرين ثلاثه تعود الامور ان شاء الله على ما كانت عليه، والبوادر تمت وبدانا بالفعل في عوده استيراد المواد الخام ومواد الانتاج اللازمه للمصانع المصريه العظيمه والمحترمه اللي وقفت مع الدوله المصريه في كورونا وفي كثير من المواقف. ونحمد ربنا ان احنا عندنا صناعه هامه جدا ومتميزه جدا، قدرت انها تغطي على الاقل 90 95% من احتياجاتنا. هناك دول بتعتمد في كل احتياجاتها على المستورد، ولكن هذه هي الصناعه المصريه التي بدات من اواخر الثلاثينات لحد النهارده مستقره، بل بالعكس مع زميلي استاذ الفريق كامل وزير وبتكليف من دوره رئيس مجلس الوزراء، احنا نازلين الفتره اللي جايه لدعم هذه الصناعه من خلال ملف التنميه الصناعيه المسؤول عنه الفريق كامل الوزير، علشان نقف جنب الصناع ونضاعف في صناعه الدواء، لانها صناعه مستقره وموجوده، والبناء عليها هيوديك على طول فيما تربو اليه من تصدير ومن يعني تقليل من الاستيراد في الدواء بشكل عام. سيادة النائب، وانا كل التحيه مره ثانيه، ولكن ايضا بعض الناس وفي اطار شفافيه والمصارحه وفي اطار كمان يعني حضرتك، وانا بشكرك دائما طبعا، انه الناس عندها مخاوف من مساله تاجير المستشفيات الحكوميه لقطاع خاص مصري او اجنبي، وان ده سيؤثر عليهم ومش هيعرفوا الناس تتعالج. ماذا عن هذا الملف تحديدا ورد سيادتك، وان القانون اتعمل بسرعه وما تاخدش فيه راي حد؟ يعني اذا اعتبرت ان يعني قرب السنه من المناقشات لقانون اسمه التزام المرافق العامه للقطاع الصحي، ده سريع؟ ده ما هوش سريع. احنا قعدنا مع كل الجهات وقعدنا مع في مجلس النواب ومناقشات من خلال اللجان المعنيه في مجلس النواب مرارا وتكرارا، ويعني ابدا ولا احنا اللي احنا بنقوله ده لا علاقه له بالمواطن البسيط. وقلت كذا مره ويعني الحقيقه في كذا لقاء ان احنا هذا المشروع هو مشروع الاضافه لي المريض المصري البسيط. انا هديك مثال يمكن يرد، دايما الامثله بتريح الموضوع. نعم. احنا عندنا يعني مؤسسه دوليه اسمها جوستاف روستيك، وهي اكبر مؤسسه لعلاج الاورام على مستوى اوروبا وثالث واحده على مستوى العالم. هي مركز لعلاج الاورام متميز جدا في فرنسا، وهذا المركز لا يوجد له يعني امثله او لا يوجد له تواجد خارج فرنسا، وهو يعني بيستقبل مرضى من كل انحاء العالم ومن مصر كمان. يعني وده يعني زي ما تقول يعني هو السنتر اوف اكسلنس او مركز التميز العالمي في علاج الاورام بكل انواعها. لما يكون هذا المركز نجحنا في التفاوض على مدار اكثر من سنتين او ثلاثه، سواء من خلالي او من خلال زمايلي اللي سبقوني، واقنعنا هذا المركز العالمي بانه يتواجد في مصر بشراكه مع وزاره الصحه المصريه في مكان اسمه دار السلام هرمل او مستشفى دار السلام هرمل اللي هي موجوده على الكورنيش جنب معهد الاورام، ويكون لاول مره يتم استضافه هذا المركز العالمي بكل كفاءاته وبكل يعني جودته في العلاج الصحي ببروتوكولاته، انه يكون شريك لوزاره الصحه بانشاء جوستاف روسي ايجيبت او جوستاف روسي مصر لاول مره، وما عملهاش اي حته في العالم. ويكون هذا النموذج هو النموذج التطبيقي للقانون اللي حضرتك بتشير اليه. طب هذا النموذج بيديك 70% من الاسره اللي موجوده واللي احنا زودناها ل 300 سرير لصالح
المواطن المصري البسيط، التأمين الصحي وانفلاق عناصر الدولة. إذن 70% من الأسرة هنبعت في هذا المركز العالمي اللي هيتواجد في مصر، علشان المواطن البسيط اللي كان بيتعالج في أي محافظة في مصر يروح يتعالج في جوستاف روسي إيجيبت على نفقة الدولة. 70% من الإمكانيات المتاحة لصالح وزارة الصحة. هذا هو التعاقد اللي هو ما كانش ممكن يتم إلا لما يكون في قانون التنمية المرافق العام اللي اتكلم عليه. العاملين في المؤسسة دهيت مجموعة كبيرة جدا منهم هتبقى موجودة. تدريب الأطباء على بروتوكولات العلاج في فرنسا للأطباء المصريين علشان يقدروا ينقلوا التجارب العالمية في التطوير الكبير، لأن علاج الأورام بيتطور كل ساعة مش كل يوم ولا كل شهر. يبقى إذن لو أنا أديت مثال مين اللي هيستفاد بمشروع جوستاف روسي إيجيبت اللي هيتم من خلال القانون اللي حضرتك بتشير عليه ده، هو المواطن المصري البسيط الذي سوف يتم علاجه على أرقى مستوى عالمي دون تحمل تكلفة ولا جنيه واحد هيتكفله، لأن هو هيتحمله التأمين الصحي والعلاج عن نفق الدولة زي ما احنا كنا. فإذا أنا لما كنت ببعت الحالات تتعالج في مستشفى دار السلام هرمل، دلوقتي هبعت نفس الحالات وأكثر في مستشفى دار السلام جوستاف روسي إيجيبت. فهذا هو مثال حي للتطبيق على هذا القانون. فإذا لما بنعمل حاجة زي كده وبيخش مجلس الوزراء بيبقى عنينا عدم المساس بالامن القومي. احنا برضو احنا من جوه البلد يا استاذ احمد، ما احناش طبعًا. يعني احنا اذا كان في حد طبعًا. هيخاف طبعا، يعني ما حدش يزايد على وطنيه المسؤولين ولا واحد، لان احنا بنتكلم، انا بكلمك لان طبعا قدامكم اللي بيتناول هذا الموضوع يا اما هو مش فاهم، يا اما هو مش قاري، يا اما بيقول مبررات بقى زي ما تقول زي ما انت بتقولها كده، اللي هي التوجهات، بتبيعوا المستشفيات، بتأجروا المستشفيات، بتخصخصوا المستشفيات. يعني هو احنا الدولة اللي من 2014 في عهد السادة الرئيس عملت 1219 مشروع ب 177 مليار جنيه في 27 محافظة، مش هي دي الدولة اللي بتعمل للمواطن الغلبان؟ طب احنا انتهينا من كم مشروع لحد دلوقتي؟ انا بكلمك في الصحة بقى، انا بكلمك على ملفي انا اللي انا شايفه. طب احنا انتهينا من كم مشروع من اللي انا بقول لك عليه من 2014 اللي الموازنة بتاعت وزارة الصحة في عهد السيد الرئيس والحكومات دي عمرها ما شافت هذه الأرقام. لما ننتهي من 24 مشروع في 11 محافظة ب 7.5 مليار جنيه، أقول لك شوية أسماء للمستشفيات عشان أنت فضل. يعني من الصعيد الجميل فضل. لما نتكلم على مستشفى صدر العياط في الجيزة، مستشفى شبرمنت المركزي، الأماطر الخيرية، بيل المركزي في كفر الشيخ، مستشفى أورام كفر الشيخ، المجمع الطبي الجديد في السويس، وأنت رحت السويس قريب، محلة مرحوم في الغربية، حميات المنصورة في الدقهلية، مستشفى طهطا المركزي في سوهاج، مستشفى جهينة المركزي عندك يا فندم، ده كل ده انشاء جديد من العدم. نعم. مستشفى ادفو العام في اسوان، رمض اسوان، حميات اسوان، الباجور في المنوفية، اشمون في المنوفية. طب دول اللي احنا خلصناهم، طب انتوا بقى واحد يقول لك طب يعني هتعملوا ايه بقى ان شاء الله في سنة 24؟ سنة 24 احنا بنشتغل على 11 محافظة فيهم 20 مشروع جديد، بنضيف بقى كام سرير؟ 2747 سرير السنة دي، سواء بقى إقامات، عناية مركزة، حضانات، غرف عمليات، غسيل كلوي. طب فين بقى؟ أنا بكلمك النهاردة أهو إحنا في شهر 7، أيوة، وقدامنا لحد شهر 12/24. خد عندك مستشفى الطور في جنوب سيناء ونويبع، تل الكبير والأنطرة في الإسماعيلية، طنطا العام والصنطة وبدر وفي الغربية، بدر المركزي في البحيرة، سوهاج برضو سألتا وجرجة. يعني شايف انت سوهاج واخدة ما شاء الله، يعني شرق وجنوب على الحاجات اللي خلصت والحاجات اللي داخلة. جرجة وسألتا، هنا دشنا وبوتشت وانا الجديدة، المنيا، العدوى المركزي ومنفلوط وبني مزار، اسيوط، بيروت ومنفلوط، اسوان، كومومبو والسبعية، الوادي الجديد حتى مستشفى الداخلة. نعم. ده لحد سنة لحد 24. طب وقفنا لحد كده؟ لا، خطتنا في 25 و26 اللي خدنا بيها موازنات من الدولة بنضيف 54 مشروع عشان نضيف 9588 سرير ب 57 مليار جنيه. طب رحنا فين تاني؟ رحنا اسيوط بقى، ابانوب وساحل سليم، دمياط، فرسكور، الاليوبية، شبين، القناطرة، دي امثله بسيطه، بولاق الدكرور في جيزه وام المصريين، الشهداء واورام منوف، الفيوم العام ويوسف الصديق، الحمول ومطوبس والرياض في كفر الشيخ. ما
محدش يقول بعد كل اللي بنقوله ده نخصخص ايه؟ ده احنا مش ملاحقين مستشفى، ولا مش ملاحقين قريه، ولا مش ملاحقين مركز في 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 حته. ده احنا رايحين يا استاذ احمد التامين الصحي الشامل في المرحله الجايه في 5 محافظات، دمياط وكفر الشيخ، ده مهم قوي، دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء. طب بنعمل ايه بقى؟ بنطور 12 مستشفى في ال5 محافظات دول، وبننشئ مستشفيات جديده 19 مستشفى جديده، بنضيف 5405 سرير، بنتكلف وطبعا ده بخلاف الوحدات الرعايه الاساسيه اللي حوالي 516 وحده رعايه اساسيه، كل ده عشان نعد مستشفيات ومحافظات المرحله التامين الصحي الشامل. حد بعد كل اللي اتعمل ده في عهد سياده الرئيس والحكومات دي بتكلفات ضخمه جدا بالمليارات يزايد على ان احنا بنعمل مستشفى عشان نخصخصها، ولا بنبيع، ولا بنبيع ايه؟ واللي بيبيع بيشتغل الشغل ده كله وبيرصد الميزانيات دي كلها، وبيتابع من خلال سياده الرئيس ورئيس الحكومه بشكل اسبوعي، تعالوا عملتوا ايه وخلصتوا ايه والمشاكل اللي موجوده هنا ايه، وهاتوا الناس وحلوا المشاكل اللي موجوده عشان نخلص. الكلام ده كله بيتعمل ل 106 مليون مواطن. يعني ازاي في كل اللي احنا بنقوله ده اديتك اسماء واماكن ومواقع عمل موجوده وشهداء من 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 مجلس النواب ومن المجتمع بالكامل على هذا الموضوع. فيعني الحمد لله ما تم ويتم في قطاع الصحه من 2014 للنهارده لم يسبق لهذه الدوله ان اهتمت بهذا القطاع. ده يرجعني لما بقول لك في الاول متوسط العمر بتاع الانسان، أيوة، وصل في مصر ل 70 او 71 للسيدات و70 وشويه للرجاله. سببه ايه؟ سببه اللي انا بحكيه لك ده. سببه المبادرات الرئاسيه ال 14 مبادره. سببه التامين الصحي وقوائم الانتظار. ما انت لما تعالج الناس تديهم تطعيم وتكتشف الامراض قبل ما تحصل ليها مشاكل ومضاعفات عمره يطول. بامر ربنا طبعا بس عمره دي المعايير العالميه اللي العالم بيقيس بيها. امتى التامين الصحي الشامل يغطي 27 محافظه يخلص؟ والله احنا طبعا يعني أيوة، بنشتغل بشكل كبير جدا في 6 محافظات وبنتخليه في ال5 محافظات، لكن ان احنا ننتهي بهذا الموضوع طبعا خطه الحكومه المقدمه من خلال دوره مجلس الوزراء، بنتمنى ان في خلال لحد 2030 ان احنا نقدر نخلص. ما تنساش ان الدول اللي عملت منظومات زي بتاعتنا اخذت 50 سنه. عشان بس الناس، انا بس برضو بعض الناس يقول لك ايه، لا يوجد برنامج زمني للمنظومه التامين الصحي، لازم نجري فيها. ما انت لو جريت في حاجه من غير ما تكون دارسها كويس هتبقى فاشله. وهناك نماذج كتيره جدا في دول عظيمه زي الولايات المتحده الامريكيه حبت تعمل اوباما كير والميدي كير، ولكن دون حسابات استواريه كل يوم، وكل مناظره ما بين اي رئيس، ترجع للمناظرات اللي حصلت من ايام كينيدي، هتلاقيها التامين الصحي على راس الاسئله التي تطرح من خلال المناظرات في انساء الانتخابات الامريكيه. فاذا التسارع في تطبيق منظومات بدون دراسه اكتواريه وبدون دراسه متأنيه ممكن يؤثر على حجم الانجاز في هذا المنظور، سواء بقى في استعداد البنيه التحتيه او في عدد المشتركين وعدد الانتشار. الدوله في هذا النظام التكافلي بتغطي كل من هو غير قادر، يعني الغير قادر الدوله بتتحمل تكلفته عشان يكون في كل افراد الاسره مؤمن عليهم زي ما حصل في المحافظات المرحله الاولى. احنا مش متاخرين، بنشتغل بتسارع شديد جدا، وربنا يقدرنا ان شاء الله ان احنا نخلص في البرنامج. سؤالين سياده النائب قبل ما ودايما نشكر سيادتك، لقاء سيادتك مع وزير الصحه الفلسطيني وعدد اشقائنا الفلسطيني اللي موجودين وعالجناهم على مدار ال 8 9 شهور اللي فاتوا. والسؤال الثاني خاص ب رحيل الكابتن احمد رفعت نجم منتخبنا ونادي فيوتشر، ربما بعد سقوطه ومضاعفات حصلت، هل في ملف اللاعب كرة قدم لوزارة الصحة ليها دور في هذا الأمر ولا لا؟ كان لازم تسمع يعني الوزير الصحة الفلسطيني، وأنا كنت متواصل معاه وحتى مع متواصل مع معالي الوزيرة قبل الوزارة اللي قبل الموجودة دي، يعني كم الثناء وكم التقدير للقيادة المصرية متمثلة في سيادة الرئيس والأجهزة الأمنية اللي بتشتغل في هذا الملف من قبل حتى الاحداث لحد النهارده. وان لا يوجد، وبقولها لك تاني يا استاذ احمد، لا يوجد دوله على مستوى الكره الارضيه عملت اللي عملته مصر للاشقاء الفلسطينيين، وهذا دورنا وهذا واجبنا، وده اللي احنا سمعناه النهارده من اعضاء الوزاره، وزاره الصحه في فلسطين،
واعضاء السفاره اللي موجودين، لان ده واقع، احنا واقع شايفينه. احنا ما استقبلنا يعني الاف من الحالات داخل المنظومه الصحيه في مصر في منتهى الحب ومنتهى التفاني مع اشقائنا، بعمليات جراحيه صعبه جدا ومعقده جدا، ويعني عبر التاريخ اللي بدا من 7 اكتوبر للنهارده، ولازلنا يعني بنقدم هذا الدور. فكان يعني شكر وتقدير من معالي وزير الصحة لدولة فلسطين للدور اللي بتعمله مصر، وتقدير للي بتعمله الأجهزة بالكامل والدور السياسي، وليس فقط الدور الطبي. يمكن أنا بشتغل في دور بسيط، لكن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها اشتغلت في هذا الملف بشكل أكثر من رائع، ولها الدور يعني كتاريخ مصر وك يعني دور مصر المعروف في بالنسبة للدول العربية. فهذا كان محور اللقاء اليوم، وطبعا يعني ان احنا معاهم، وهم دايما بيفكروا في اليوم الاخر، ماذا بعد الانتهاء. احنا هنعمل ايه داخل غزه؟ طبعا هو كان يعني بيترجانا ان احنا يعني الاطقم الطبيه والخبرات المصريه فيما يخص المنشات الطبيه تكون على راس القوافل التي سوف تكون في طليعه المتقدمين لاعاده بناء المنظومة الصحية في غزة. وطبعا احنا برضو يعني ده دورنا وده دور القيادة السياسية من خلال يعني ستراش توجيهه لينا بكافة الدعم. يعني هم بيفكروا في اليوم الاخر او ماذا بعد انتهاء هذه المأساة ودخول انتهاء الحرب، وان شاء الله يعني كل شيء ينتهي. هذا فيما يخص السؤال الاول. فيما يخص السؤال الثاني، طبعا هناك لجنة مشكلة من خلال معالي وزير الشباب والرياضة، وهو دائم التواصل. لكن عايز اقول لك يعني ما حدث مع المرحوم احمد رفعت، مش كده؟ من اول ما حصل الاصابه او السكته القلبيه في الملعب، اعضاء الاسعاف المصري وما قاموا به من اسعافات اوليه في ارض الملعب ثم نقله الى المستشفى، هذا يعتبر اعجاز بكل ما معناه الكلمه. يعني في عرف الطب هناك يعني شيء يمكن حدوثه وهناك شيء لا يمكن حدوثه بالناحيه العلميه والطبيه، ولكن هي اراده ربنا ان يعود أحمد رفعت تاني إلى الحياة بعد الوقت الذي قضاه في توقف عضل القلب، وبالتالي تأثر المخ، ولكن كما شاهدناه وعاد بشكل كامل وبشكل بوعي كامل ومارس حياته لفترة طويلة إلى أن توفاه الله. فإذا هناك لجنة مشكلة من خلال معالي وزير الشباب والرياضة بعد التنسيق معانا، فيها يعني كافة الاستشاريين المتخصصين في الرعايات العاجلة والحرجة وأمراض القلب عشان يقدروا يقفوا ويحققوا. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان توقف القلب بالشكل العلمي، هو اي انسان معرض لهذا الموضوع، يعني هو لا يوجد تقصير ما ادى الى هذا، لان ده بيحصل في مختلف الاعمار وبمختلف الاشكال، سواء رجال او نساء او كبار او صغار، وده معروف في علم الطب اللي هو سادن كارديك ارست، اللي هو الـ يعني الاخفاق المباشر او اللحظي للقلب الذي ممكن ينتج عنه وفاه او ممكن عنده عوده للحياه. فاذا يعني ما نستبقش الاحداث، ولكن انا بكلمك من الناحيه الطبيه، ما تم او اللي احنا شفناه ده متكرر بشكل يومي سواء في مصر او خارج مصر. لكن احنا مثلا بنعمل مبادره دلوقتي لتدريب حوالي 55,000 من المواطنين، وخدنا موافقه مجلس الوزراء من فتره مش بعيده على دعم اماكن العامه بالاجهزه الخاصه بمعالجه رجفان القلب لتعمل الانعاش القلبي الفوري عند حدوث توقف لعضله القلب، وخدنا الموافقه وهنعمم هذه التجربه في المطارات، في محطات القطارات، في الاسواق والاماكن الخاصه بالتسوق، في النوادي، في الملاعب، في الأماكن الخاصة بالأنشطة الرياضية، أو أيضا الأنشطة الخاصة بالمحاكم، كل الأماكن اللي فيها تجمعات هيتم تدريب فيها كل القائمين، إلى أن نصل إلى مرحلة أن يكون هناك يعني قانون يلزم كافة المنشآت للتعامل مع الجمهور أن يكون فيها أماكن مجهزة للتعامل مع الجمهور. لكن أنا عايز أقول لك ده بيحصل في الشارع بره مصر وجوه مصر، بيحصل للرياضي وغير رياضي، لسن كبير وسن صغير. لكن فيما يخص قضيه اللعب، انا ما بستبقش الاحداث. احنا عندنا لجنه مشكله من امهر المتخصصين في هذا المجال، حتى تدرس الموضوع من اوله لاخره، وتكتب تقريرها يعرض على الراي العام من خلال وزاره الشباب والرياضه. بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك دكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء
التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وكل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات المهمة ورسالة